السلام عليكم حبايبنا الغاليين. النهارده واحنا حديقة الحيوان وشفنا بقى حاجة جميلة اللي هو الكبش أروى. كبش ايه؟ أروى، والبعض يسميه كبش بربري. كبش ايه؟ بربري. والبعض قال لا ده هو اسمه الضان البربري. الله. والبعض قال لي لا ده اسمه أودان. هنشوف ايه الحكاية بتاع كبش أروى. مهما كان الاسم، فإن الكبش البربري أو الضاني أو الأروى أو الأدود كلهم بينتموا للخرفان البرية. والخرفان البرية دي فصيلة من الظباء الماعزية. احنا لو شفنا الكبش الأروى كده هنلاقيه شكل الماعز، ها، أو الخرفان شكل الماعز بالذات، بس ضخم بقى جامد. يعني التاني اسمه ضاني، ده مش ضاني خالص، ده حاجة جامدة، يعني يصل طوله في حدود بتاع متر ولا متر واكتر كمان، يعني طوله كده واقف كده. بس المهم عندنا ان بينتمي الى فصيلة الظباء الماعزية، واللي بتعيش في الجبال الصخرية والجبال الصحراوية، خاصة بشمال افريقيا. وعلى الرغم انها تعتبر نادرة اليوم في موطنها الأصلي، فهي مألوفة في بعض المناطق التي أدخلت إليها. الأكباش البربرية دي بتعيش في الجبال زي ما قلت الصحراوية، وسواء بقى على أي يعني إيه ارتفاعات، اي ارتفاعات سواء ارتفاعات منخفضة او مرتفعة او اي حاجة. المهم عندي يمكن ان توجد في الاماكن القليلة الارتفاع كمان عن سطح البحر وصولا حتى مستوى تساقط السلوك. وهذه الحيوانات متأقلمة بشكل كبير مع المناخ الجاف، فهي قادرة على ان تعيش وتقعد يعني لفترات طويلة بدون ان تشرب، وبالاعتماد على مياه الأرضية. المهم عندي بيتم تربية هذه الحيوانات في الولايات المتحدة، ويزوجوها انتقائيا لإنتاج أفراد ضخمة يمكن استخدامها في الصيد التجاري. ونلاقي ان الشعوب معظمها الشعوب الخاصة اللي هي مرتحلة في الصحراء الكبرى بتعتمد على هذه الحيوانات كمصدر للحم والجلد والشعر. والقرون حتى اللي هي بتاعت الكبش الأروي بيستخدموها في مجالات متنوعة. عايزكوا كده تتأملوا في جمال الكبش الأروي وفي عينيه جميلة جدا فعلا. عينيه واخدة شكل جميل، وهي جميلة حتى النن بتاعها كده جميل. لو حبيتوا تشوفوها، والقرون بتاعته جميلة جدا بصراحة، هو ملفت للنظر وجميل. شوفوا هو بياكل كمان، بياكل من الناس، قاعد هو بياكل بصراحة جميل، بصراحة جميل. الاول كنت بخاف امد ايدي حتى لما اكون بالكاميرا، بخاف تنطحها، لكن بسبب حسيت ان هو يعني حيوان مألوف جدا جدا بالنسبه للانسان، ويعيش معانا عادي وهادي جدا، يعني زي الماعز كده، ما فيهوش اي عدوانيه ولا اي حاجه. لكن هو ممكن في حاله لو حس بالخطوره من حيوان مفترس ولا حاجه، ممكن يستخدم قرونه يا جماعه وينطح بيها كمان، وممكن ينطح. لكن في الحالة ان احنا بنأكله صراحة مفيش اي كلام ده، ولا شفنا الحاجات دي. قبل كده
لما جينا كنا شفنا مصارعة كده بين الكباش، بس كانت الكباش اللي موجودة تقريبا كده أكبر من دي بصراحة، مش عارفين هل تم تصديرها للخارج ولا لا، إن كان فعلا كمية كباش كبيرة جدا وضخمة، ضخمة عن دي كمان. فكان نفسي إن أنا أوريكم اللي هي عملية صراع الكباش وسيطرة اللي هي الذكور بالذات على الموقف جوه الحديقة دي أو الجنينة أو المكان المخصص بيها ليهم، وإن دايما الكباش اللي هي الذكور بتكون مسيطرة نظرا لفرق الجسم حتى بينها وبين الإناث. واللي أنا عرفته إن الذكور الكبيرة دي بتسيب السيطرة للذكور الأصغر شوية في حالة إنها ما تكبر. من الحاجات الجميلة برضو والغريبة ان انا لقيت ان الحمام بيقف او يعني تحت رجلين اللي هي الزباق دي او اللي هي الكباش دي، وحاسس انهم عادي بالنسبة لهم يمشي جنبيهم ويأكلوا فضلاتهم، يعني يظهر ان الحمام هنا بيأكل فضلات اللي هي الكباش البربري. طبعا دي اللي انا لاحظته، وساعات بقى اول ما يجي الكباش يتحرك حاجه تبعد او بيروح طايره وتروح نازله تاني بعد كده. بصراحة مشاهدة الكبش الأروي ومشاهدة حركاتهم وهم بياكلوا وبيجروا وماشيين كده في جماعات مع بعض ساعات كده، صراحة منظر جميل وملفت، وزي ما احنا شايفين برضه بيقعدوا ياكلوا مع بعض وحاجات زي كده. صراحة أنا مبسوط من شكلهم ومبسوط من أطباقهم، وأتمنى إن انتوا تكونوا اتبسطتوا واتمتعتوا. ولا تنسوا عائلة غريبة جدا من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا كمان اللايك والشير يا جماعة كتير جدا جدا ليصل لأكبر عدد من المشاهدين.